أهلا بكم في حديث العرب. ضيفي هذا الأسبوع هو الباحث والأكاديمي المغربي الدكتور محمد نور الدين أفايا. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا. سأبدأ بإشكالية متعلقة بإرث الاستعمار وتأثيرها على الفكر العربي أو على التفكير العربي أو حتى على الوعي العربي. تقول: أحدث الاختراق الفرنسي للتاريخ وللجغرافيا المغاربية اهتزازا وجوديا في الكائن المغاربي، خلخلت أنماط النظر بل وخلقت رضات واقعية في الجسد والبناء النفسي وفي تصورات المغاربيين. هل يمكن القول بأن تأثير الاستعمار في المغرب العربي عموما كان يعني أكثر تأثيرا، كان أعمق من تأثيره في المشرق العربي؟ هو من الصعب الدخول في مقارنات حول حجم التأثير ما بين ما جرى في بلدان شمال إفريقيا ما بين البلدان المشرقية في العالم العربي، ولكن ما حصل في البلدان المغاربية أنهم تعرضوا لاجتياح شمولي فيه ما هو عسكري وما هو حضاري وما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو ثقافي إلى آخره. فلا يمكن أن نتخيل لحظة واحدة أن بلدا مثل الجزائر الذي تعرض لاحتلال مباشر منذ 1830 ولم يحصل على استقلاله إلا سنة 1962، يعني ما يقرب من أكثر من 20 جيل تعرض وعاش وفتح عينيه على الفرنسيين وعلى الوجود الفرنسي بما يمثله هذا الوجود من نموذج ومن مرجع ومن حالة إلى حد ما، سواء ارتبطت بالعنف أو بالحصار أو بالسيادة أو بالهيمنة أو ارتبطت بالنموذج أو النماذج الثقافية والاجتماعية التي حاولت أن تفرضها على المجتمع الجزائري. لا يمكن أن نتصور لحظة واحدة بأن هذه الفترة التاريخية وهذا الشكل من الحضور الطاغي لنموذج غريب وآت بكل مستجدات وبكل المظاهر الجديدة ومفروض بالقوة لا يمكن أن لا تكون له انعكاسات وتأثيرات عميقة جدا في الوعي وفي اللاوعي وعلى الجسد وعلى أنماط العلاقات ما بين الناس. لهذا فإن هذا الحضور الطاغي والذي امتد في الزمان وزمان ليس هينا على الإطلاق كما قلت، كانت له هذا الذي نراه من تداعياته وانعكاساته وتأثيراته، هذا الذي نراه الآن حتى الآن سواء داخل البلدان المغاربية أو الوجود المغاربي في بلدان الاستقبال داخل أوروبا. الإشكالية أحياناً دكتور محمد تطرح يعني من قبل كثير من المثقفين في العالم العربي اليوم بأنه ما زلنا في العالم العربي عموماً أسرى يعني كأنه نحن نرمي بكل أمراضنا وبكل مشكلاتنا وبكل تخلفنا على هذا الإرث الاستعمار. وهناك من يسأل: متى نتخلص من هذه العقدة إذا جاز التعبير؟ متى ننظر لأنفسنا بأنفسنا ونحلل مشكلاتنا بعيدا عن رمي كل مشاكلنا على الاستعمار أو على الآخر؟ أنا يبدو لي بأن هذا الموضوع يتعين أن ننظر إليه في تاريخيته لكي نفهم مدى حجم هذا الإشكال الذي يمكن أن نعتبره مفتعلا حول إسقاط مشاكلنا على الآخرين. يجب أن ننظر إليه في تاريخيته. المجتمعات العربية تعرضت لمجموعة من الصدمات التاريخية الكبرى من خروج الأندلس سنة 1492 إلى دخول نابليون بونابرت إلى مصر وما جرى في المشرق العربي وإلى دخول الفرنسيين للجزائر سنة 1830 إلى الاحتلال أو الوجود وصناعة الكيان الصهيوني داخل الجغرافيا العربية إلى العولمة. هذه المناسبات التاريخية الكبرى تلاحظ بأنها دائما كانت بفعل فاعل خارجي ولم تكن تأتي من داخل المجتمع العربي أو من داخل الوجود العربي. لهذا فإن للآخر دور شئنا أم أبينا، ليس لا نتعامل معه من قبيل إسقاط أمراضنا ونقائصنا ومشاكلنا وأعطابنا على الآخرين، ولكن للآخرين أيضا مسؤولية في ذلك كما أن لنا مسؤوليات حول هذه الأمراض. لأنه في واقع الحال حينما نتحدث عن هذا الكيان العربي فإننا لا نتحدث عن كيان موحد وواحد، لأنه أيضا تتفجر داخله تناقضات بينية
قد تسمح للآخرين أن يستوطنوا داخل هذا الكيان لكي يقوموا به بما يريد. أيضا قلت يجد الأجنبي المهاجر المغاربي نفسه أمام اختيار مقلق، فهو إذا رفض التسليم بفقدان هويته الفردية الأصلية فإنه يعاند عملية التجانس الجماعي ويتبرم من الانصهار في هذا. في سياق أسئلتنا القادمة عن أوضاع المهاجرين العرب وخصوصا المغاربة في الغرب وهذه الإشكالية الثقافية، إشكالية الهوية إذا جاز التعبير، لو نوضح في هذه الفكرة. لا، هو فيه مستويين من الحديث حول هذا الموضوع. في مستوى الحديث عن الهوية، وهو حديث إلى حد ما كما قلت قبل قليل إشكالي، حول خطابات محتقلة وخطابات أحيانا تكون مفتعلة، بقدر ما أنها أيضا إشكالية قريبة منا. وهذا الموضوع، موضوع الهوية، لا يخص العالم العربي فقط، بأنه مطروح أيضا على بعض البلدان الأوروبية. صحيح. وعلى أمريكا اللاتينية وعلى الأفارقة وعلى بعض البلدان في آسيا إلى آخره. هذا الموضوع، هوية والآخر والذات والغير إلى آخره، هذه أمور يعيشها كل الناس وكل الحضارات، إلا أن كل حضارة وكل مجتمع وكل ثقافة تعبر عنه بطرق مختلفة. نحن نعبر عنه بكثير من التشنج، ولا سيما في السياق الحالي الذي نعيشه، حينما تخلخلت الكيانات الموحدة والموحدة وتفجر عنها نوع من أنواع الهويات المتنازعة التي خلقت نوع من أنواع كما يسميها أمين بالهويات القاتلة. أمين معلوف الهويات القاتلة. من جهة أخرى، هذا السؤال حينما نربطه بقضية الهجرة فإننا ننظر إليه من زاوية أخرى. الهجرة تجربة إنسانية ليست هينة، والانتقال وانتزاع الذات من مكان إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى ليست عملية بسيطة. ولهذا فإن المهاجرين المغاربيين وغير المغاربيين، ولا سيما المغاربيين الذين عاشوا هذه الردات مع الوجود الاستعماري الفرنسي، حملوا معهم تناقضاتهم، ثم واجهوا مجموعة من التحديات التي عانوا منها داخل مجتمعات الاستقبال. ولهذا فإن المغاربي يجد نفسه، وجد نفسه في وقت من الأوقات، لأنه يجب أن لا ننسى بأن الوجود المغاربي تعرض على الأقل 4 أجيال. الجيل الأول من المغاربين ليس هو الجيل الحالي. الجيل الأول من المغاربين ذهب لكي يشتغل، لكي يحل مشاكل اقتصادية. أما الجيل الحالي فإنه أصبح جزء من النسيج الاجتماعي الأوروبي وجزء من النسيج الثقافي أيضا الأوروبي. وبالتالي فإن الهويات التي يعبر عنها هؤلاء المهاجرين هي نوع من أنواع ما أسميه بالهويات المعلقة، ما بين تشبت بأصول حقيقية أو وهمية، ولكن تشبت بأصول الجذور، والاندماج في مجتمعين يجد كثير من الصعوبات لكي يحتلوا داخلها أو داخله موقعا إلى حد ما قد يوفر له بعض شروط الاتزان والتوازن والانسجام داخل هذا النسيج. هل للدين أو هل يلعب الدين دور في هذه العلاقة الشائكة المتوترة بين المهاجر سواء جديد أو قديم والمجتمع الجديد فرنسا مثلا؟ للدين دور في هذا الارتباك الوجودي الحاصل لدى أوساط المهاجرين، ولكن علينا أن نتفاهم حول ماذا نقصد بالدين. هل الدين باعتباره مسألة عقائدية وإيمانية؟ هناك ملايين من المسلمين يؤمنون بإيمانهم بإسلامهم ويمارسون هذا الإيمان بشكل فيه كثير من الطمأنينة من الهدوء داخل المجتمعات الأوروبية. وهناك الدين باعتباره أيضا دعاية أو يدخل ضمن الدعوة، وأصبح في كثير من الحالات أو على الأقل في بعض الحالات أداة من الأدوات لإثبات الذات، سواء بطريقة خطابية أو بطريقة عملية قد تصل إلى درجات من العنف وأحيانا من القتل. لا شك أن هذه المسألة تندرج ضمن إشكالية معقدة في ظني، لأن أيضا يجب أن ننظر بطريقة علمية وانطلاقا من تشخيصات حقيقية للأدوار الفعلية التي يقوم بها الدين داخل مجتمعات الهجرة، لأنه يجب أن لا نكتفي بما يقدمه الإعلام السمعي البصري حول أهمية الدين وعلاقته بالإسلام داخل المجتمع الأوروبي.
هناك الأغلبية الكثيرة والواسعة جدا من المسلمين داخل أوروبا يعيشون إسلامهم بكثير من الهدوء ومن الطمأنينة، ولكن أقلية داخلة في إطار إذا ما يمكن تسميته اعتبارات جيوستراتيجية تتجاوز بعض البلدان الأوروبية، أصبحت لها أجندات تدخل ضمن حسابات عنيفة أو أجندات كما قلت قبل قليل جيوستراتيجية محددة. نعم، هذا يقودني إلى أن أسألك عن مقولتك: عندما تتعرض ثقافة ما إلى إرادة للقوة تستهدف الاعتداء على مقوماتها واحتقار رموزها وصورها، فإن هذه الثقافة تجد نفسها مضطرة للعودة إلى الأسس العميقة المكونة لها والرجوع إلى العلامات الأكثر تعبيرا عن هويتها وتميزها. هل هنا إسقاط على يعني لجوء بعض الشباب المسلم من أصول مغاربية إلى وهم يقيمون في أوروبا وفرنسا تحديدا إلى جماعات متطرفة مثل داعش؟ قد يكون ذلك وهو حصل بالفعل، ولكن حينما يوجه المرء كيفما كان نوعه وانتماؤه لهذا النوع من التحدي الذي يتقدم إليك باسم غلبة وباسم هيمنة وباسم إرادة للقوة من أجل محوك وإلغائك، تعود إلى شيء، إلى ملجأ، إلى مصدر، إلى جذر، إلى أصل. قد يكون الدين، كما قد تكون اللغة، قد تكون الجهة، قد تكون القبيلة. انظر إلى ما يجري الآن في العالم العربي من تفجر للهويات الطائفية والقبلية والمحلية إلى آخره. ولذلك فإن هذه المقولة قد تنطبق على الدين كما تنطبق على مستويات أخرى من التعبير عن هذا الذي أسميته بالثقافة العميقة للإنسان. وليس الدين إلا عامل من العوامل، ولا يمكن أن نختزله فقط باعتباره أنه هو الذي يمكن أن يكون آلية من آليات الدفاع عن الذات. ولكن عفوا، نتحدث ليس عن الدين الممارسات، الدين المسالم إذا جاز التعبير، هناك يعني نتحدث عن جماعات متطرفة تستطيع أن تقول الدين في جهة وداعش في جهة أخرى. إيه، ولكن الدين أستاذ مستويات. هناك الدين كمرجعية قدسية، وهناك المتدين الذي يعبر بطريقته الخاصة عن هذا الذي يؤمن به كدين، ثم هناك التاريخ الديني، وهناك الآن نعيش مرحلة منذ أكثر من 60 سنة حول توظيف الدين في العمل السياسي. صحيح، هذا عملية التوظيف مرت من مراحل، وصلنا إلى الآن ما وصل إليه من خلافة جديدة ومن داعش ومن نصرة ومن القاعدة ومن كل أطياف الإسلامية التي أصبحت تعبر عن دينها بطريقة القتل وبأسلوب متوحش. وبالتالي فإن علينا حينما نتحدث عن الدين أن نميز ما بين المستويات. الشباب الذي يلتجئ إلى مواقف راديكالية في أوروبا لهم أسباب ومسارات، ولكن لا يمكن أن نختزل الدين الإسلامي فيها في أوساط هؤلاء الشباب كما قلت، وإنما الإسلام أيضا له بعد صوفي، له بعد روحي، وهناك ملايين من الناس الذين يأخذون هذا البعد ويلتزمون به في حياتهم اليومية في علاقتهم، ولهذا لا يجدون صعوبة في التواصل داخل مجتمع الاستقلال. أما الذين يعتبرون بأن الدين أو بأن الإسلام وسيلة من وسائل الجهاد من أجل نشر رسالة خيالية على الآخرين وفرضها على الآخرين، فإن هؤلاء الناس يستجيبون كما قلت لأجندة وإلى تنظيم له أهداف تتجاوز المسألة الدينية وتتجاوز المسألة الإيمانية. قلت لي قبل التسجيل دكتور محمد أن الإشكالية أحيانا أن هذه الظواهر الإيجابية أو النماذج الإيجابية من نجاح المهاجرين المغاربة في الغرب للأسف الشديد ليست ظاهرة على المشهد أو على الساحة، وإنما التركيز دائما على جماعات متطرفة، على أفراد متطرفين أكثر من ظاهرة جماعة. هذا ما قلته قبل قليل، وأنه المغاربيين أو العرب أو المسلمين داخل مجتمعات الاستقبال في أوروبا، ونقتصر على أوروبا، هناك نماذج من هؤلاء الناس برهنوا عن اقتدار استثنائي في النجاحات، سواء في مستوى المقاولات والاقتصاد والإبداع الفني والرياضة ومجموعة كبيرة من المجالات التي برهن فيها، والبحث العلمي والابتكار، برهنوا فيها على قدرة كبيرة جدا على فرض الذات داخل هذه المجتمعات. وفي كثير من الأحيان ما لا يعمل الإعلام السمعي البصري الأوروبي على إبراز هذه النماذج الإيجابية
والمستنيرة، وإنما يبيننا دائما ويضخم بشكل إلى درجة الضجر وإلى درجة الاحتقار، أنه لكي يقرنوا ما بين ديانة ونوع من أنواع الممارسات العنيفة التي يتم التعبير عنها. وبالتالي فإنه علينا أن ندخل كثير من الحذر ومن النسبية في أحكامنا على الجاليات أو المهاجرين العرب والمسلمين داخل هذه المجتمعات. هناك نواب برلمانيين، هناك زعماء سياسيين من أصول مغاربية وغير عربية، هناك مسؤولين سياسيين لا نتحدث عنهم ولا نعطيهم الفرصة لكي يبرهنوا، على الأقل لكي يشوشوا عن الصورة القاتلة الطاغية حول أن كل المسلمين هم بالضرورة مع موضوع اتهام أو موضوع شبهة. وبالتالي نحن على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي علينا أن ننبه إلى ضرورة أن نميز ما بين مستويات الحديث، وأن لا نبقى سجناء لهذا هذا المدخكاج، هذا الضخ السمعي البصري الذي يريد أن يقدمنا انطلاقا من كليشيهات لا تعبر بالضرورة عن الحقيقة كما هي. جميل. في سياق هذا الحديث دكتور محمد، أنا لاحظت من خلال زيارات متعددة للمغرب في الصيف، هناك يعني عدد كبير من الشباب الجاليات المغربية أو المغاربية عموما يأتون إلى المغرب. كيف ترى العلاقة بين هذا الجيل المندمج في المجتمع الغربي، ربما الجيل الثاني أو الجيل الثالث، مع المغرب؟ كيف يمكن أن يستفيد المغرب من هذا الجيل، يعني بناء علاقة إيجابية مع الغرب إلى آخره؟ أنت تعرف حينما تسأل المغربي عن من هو، عن هويته، يقول لك بأنني أنا مغربي مسلم. أولاً يعطي أهمية خاصة للإسلام، لانتمائه الإسلامي. طبعاً هناك مغاربة غير مسلمين، يهود، ويعطي الأهمية أيضاً الكبرى لانتمائه الوطني. وبالتالي فإن انطلاقاً من دراسات أجريت، حتى لو كان مهاجر، حتى لو كان مهاجر يعطي أهمية استثنائية وكبيرة جداً لانتمائه إلى وطنه المغرب. ولهذا فإنه يعود لسبب أساسي أو لسببين رئيسيين. السبب الأول هو الرابط العائلي. للمغربي حنين وإيمان وقناعة قد تكون عقلانية أو لا تكون عقلانية، لهذا الذي يربطه بشيء اسمه الفضاء المغربي والعائلة المغربية. ثانيا، للمغربي المهاجر باستمرار باستثناءات قليلة ولكن القاعدة الهامة تبقى تحركه إرادة في أن يقدم شيئاً ما لهذا البلد، لبلده ولوطنه. وبالتالي فهناك عدد كبير من المغاربة الذين هاجروا وهيئوا شروط العودة إلى المغرب واستثمروا في المغرب. وبالتالي فإن المغرب الآن يبدو أنه داخل في سياسة جديدة من أجل التواصل بشكل مؤسسي، بشكل سياسي حتى، لكي يستفيد من هذه الطاقات الكبيرة جدا. الآن في المغرب، خارج المغرب، هناك ما يقرب من 5 ملايين مغاربة، ولهم أدوار كبرى من الناحية المالية والاقتصادية. هل تعرف بأنه المداخيل الأولى للاقتصاد المغربي وللخزينة المغربية تأتي من العمال المهاجرين؟ إذن هناك عامل اقتصادي وتجاري ومالي، وهناك عامل أيضا اجتماعي. نعم. في إطار نوع من أنواع المساهمة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي العائلي. ثم هناك عامل آخر ثقافي وعلمي، لأن المغرب في حاجة اليوم وغدا لكي يستفيد من الكفاءات العلمية الكبيرة التي فرضت ذاتها في العالم، سواء في أمريكا أو في اليابان أو في أوروبا، لكي يستفيدوا من خبراتهم ومن كفاءاتهم. جميل. بستأذنك دكتور محمد في الفاصل الأول من هذا الحوار، نعود بعده لنكمل حوارنا مع الدكتور محمد نور الدين أفايا. ابقوا معي. إذن نواصل هذا الحوار مع الأكاديمي والباحث المغربي الدكتور محمد نور الدين أفايا. سؤالي عن معنى أن تكون عربيا اليوم دكتور محمد، هذا عنوان مقال لك وهو سؤال موجه لك، ما معنى أن تكون عربيا اليوم؟
والله السؤال كبير جدا، طرح في السابق وما زال يطرح ويطرح بحد اليوم. نعم. في ضوء ما نعيشه من اهتزازات ومن اضطرابات ومن قلاقل ومن أشكال ومن حروب بين ومن العرب حروب أنفسهم، أهلية وحروب فعلية ما بين العرب أنفسهم. نعم. لدرجة أنه كثير من الناس بدأوا يتساءلون حول مصداقية انتمائهم إلى هذا الذي نسميه عموما بالعروبة. طبعا هذا السؤال كما قلت طرح في السابق ويطرح اليوم بطريقة إلى حد ما تراجيدية. قد نجد بعض الجواب على هذا على هذا السؤال بكون أن تكون عربيا وأن تتكلم باللغة العربية، والحال أنه في العالم العربي ليس هناك فقط من يتكلم اللغة العربية. صحيح. نعم. قد نجد من يقول بأنه العروبة تتحدد من حيث الانتماء المشترك لجغرافيا ولتراث ولمصير مشترك. هناك من الناس من يعتبرون بأنه العروبة لا معنى لها إن لم تقرنها بعامل محدد اسمه الدين، سواء كان إسلاما أو مسيحية. ثم هناك من يعتبر، وكان أحد كبار المفكرين المغاربة المرحوم عبد الكبير الخطيبي يقول في جوابه على هذا السؤال ما معنى أن تكون عربيا، هو أن تنتمي كجسد وكذاكرة وكثقافة وكرصيد حضاري، أن تنتمي إلى العالم لأنك أنت جزء من هذا العالم، وليست فقط اللغة أو المكان أو الجغرافيا أو المصير المشترك هو الذي يحددك كعربي، وإنما هذه العوامل كلها مجتمعة باعتبار بالإضافة إلى أن تنتمي إلى هذا العالم لأنك إنسان، هو أن تتقدم بدون عقد نقص أمام العالم باعتبارك كذلك، باعتبارك أنت، اسمك محمد أو عبد الكريم أو جورج أو أي اسم آخر. وبالتالي فإن الجواب على هذا السؤال في هذا الزمن المضطرب يبدو بأنه في حاجة إلى تعميق إضافي، ولا يمكن أن نقتصر فقط فيه سواء على اللغة أو على الجغرافيا. نعم. أو عن العروبة أو عن المصير المشترك إلى آخره لكي نقدم عناصر جواب مقنعة. وبالتالي يبدو لي بأننا في حاجة إلى إعادة صياغته بطرق تراعي هذا الذي يحصل أمامنا من اعتداءات خارجية وداخلية، وأيضا من إرادات متعددة الأهداف والغايات لكي يعودوا بنا إلى مراحل ما قبل الدولة. هل أسهم الخطاب الديني وخصوصا الديني المتطرف في تشتيت هذا الفهم أو هذا المعنى للعروبة؟ كما تعرف الخطاب الديني يتحدث عن أمة فيها كل الجنسيات وكل اللغات وليس فقط العرب أو العروبة. للخطابات الإسلامية أدوار كبيرة جدا في خلق هذه البلبلة التي نعيش، وهذه الخطابات الإسلامية ليست مجرد خطابات، وإنما وراءها إرادات سياسية أو مشاريع ومشاريع سياسية وقوى، سواء في داخل الجغرافية العربية أو خارج الجغرافية العربية، التي جعلت من هذه الحالة تؤدي بنا إلى هذا الوضع المأساوي الذي نعيش فيه. ولا شك أن الإسلام منذ ما يقرب من 60 سنة خرج من دائرة الاعتقاد ودائرة الإيمان ودائرة الممارسات الطقوسية الرائعة التي كان يعيش بها المسلمون بشكل هادئ تماما. أنا ما كطفل حينما أقارن كيف كان أبي وجيراننا يعيشون إسلامهم بكثير من الروية والهدوء والتسامح، وإن كانت هذه الكلمة إلى حد ما ربما قد تبدو استفزازية، ولكن كان هناك تسامح. وبينما أشاهد اليوم في حي وفي عملي وفي مجالي الخاص، لا يمكن إلا أن نفسر بأن كانت هناك إرادات حقيقية لي. طبعا هذه ظاهرة للأسف عامة على مستوى العالم العربي، يعني الأجيال اللي قبلنا في أي مكان في العالم العربي تتحدث وتقول نفس الكلام. طبعا هي موجة من التطرف، موجة من التطرف لم يكن مصدرها هو الدين كما قلت قبل قليل، وإنما ربما السياسة. أن هناك إرادة لحشر الدين في العمل السياسي،
وللتشويش على الممارسة السياسية والتشويش على انتماء العرب إلى الزمن المعاصر باسم العودة إلى نموذج قدسي وهمي لا يمكن استعادته أو استرجاعه بأي حال من الأحوال. وهمي. وهمي. ماذا تقصد؟ العودة إلى زمن مضى، إلى زمن لا نعرف حقائقه التاريخية الفعلية وإنما ما نعرفه هو الروايات التي حكيت عنه، لا يمكن على الإطلاق أن نستعيده ونعيد فرضه في زمننا الراهن، لأنه نحن نعيش تاريخا آخر وتوازن قوى آخر وكيميائيات بشرية وثقافية وإنسانية إلى آخره مختلفة تماما، لا يمكن بالضرورة ولا يمكن على الإطلاق أن نسترجع وأن نفرض نموذجا نتصور ونتوهم بأنه كان ناجحا في وقت من الأوقات أن نفرض نجاحه على هذا الوقت. كيف يا دكتور؟ سيقول بعضهم يعني كيف تصف منجزات المسلمين وفتوحات المسلمين وإبداع المسلمين الذي أثر كما يقولون دائما في التنوير وفي النهضة الأوروبية وتصفه بالوهمي؟ لا، أنا لا أصف الحضارة الإسلامية في لحظات إشعاعها بشيء وهمي، أنا أصف النموذج السياسي الذي يريد الخطاب الإسلامي فرضه علي بأنه نموذج وهمي لا يمكن تحقيقه. تقصد دولة الخلافة؟ دولة الخلافة لا يمكن تحقيقه، ونحن نرى ما يجري أمامنا. كل المشاريع التي فرضت ذاتها، المشاريع السياسية التي فرضت ذاتها باسم الإسلام في البلدان العربية الإسلامية، إما تمخض عنها حرب أهلية ودمار، وإما إخفاق تاريخي كبير. خذ ما شئت من النماذج، من أفغانستان إلى السودان إلى الجزائر إلى كل النماذج التي تريد أن نريد أن نشخصها، في كل مرة نريد أن نفرض نموذجا إسلاميا متشددا ومغلقا، ونريد أن نعود بالمجتمعات إلى ما قبل التاريخ من أجل فرض النموذج كما قلت قبل قليل وهمي، إلا وخلقنا فتنا وصراعات واقتتالا ومآسي وحروب وموت إلى آخره، ونحن نعاني اليوم بسبب هذا التشبث الوهمي بنموذج كان في الماضي ونحن لا نعرف تفاصيله بدقة، ولكن علينا أن لا نخلط ما بين النموذج الذي يريد أن يفرض علينا وما بين اللحظات العظيمة التي عمل المسلمون على صنعها في التاريخ. هذا مستوى آخر من الحديث لا علاقة له مع هذه العملية المتاجرة باسم الدين في السياسة. هل المجتمع المغربي بشكل عام يعني في منأى عن ظواهر التطرف الديني؟ ليس هناك مجتمع لا يعرف ظواهر تتميز بأنواع مختلفة من التطرف، سواء كان تطرفا باسم الدين أو تطرفا باسم اللغة أو تطرفا باسم القبيلة أو تطرفا باسم الطائفة أو غيره. كل المجتمعات في إطار العلاقات التي تؤسسه أو تؤسسها والتوازنات التي تعرفها لا بد ما أن تؤدي إلى حالات من التطرف. نعم. إذا ذهبت إلى أمريكا ونظرت إلى تاريخ أمريكا، أمريكا مجتمع بني على العنف، نموذجها السياسي والثقافي بني على القتل وعلى العنف، وتاريخها هو تاريخ أكبر متحف في أمريكا ومتحف للحرب مبني على هذا العامل المؤسس للكيان الأمريكي، وبالتالي فإن هذا المجتمع لا يكف يفرز في كل مرة مظاهره المتطرفة، سواء كان باسم القومية الأمريكية أو باسم الهوية الأمريكية. لكننا الآن نتحدث عن المغرب وليس أمريكا. المغرب أنتج أشكال مختلفة من التطرف بما فيها التطرف الديني بحكم أسباب متعددة، سواء كانت أسباب سياسية أو أسباب اقتصادية اجتماعية أو أيضا أسباب ثقافية. وبالتالي فإن المغرب ككل المجتمعات الأخرى أيضا يفرز بعض العناصر التي يمكن أن تنحرف عن التوازن الوطني العام. نعم، قلت بقدر ما تندرج الظاهرة الدينية ضمن مجال الاعتقاد والمقدس والمتعالي تجد نفسها معرضة للسؤال ومحاولات تجديد الفهم والتأويل،
ومع ذلك ما يزال المرء يصطدم بعدد لا حصر له من المواقف الاختزالية للدين. هل هذه المواقف الاختزالية للدين هل هي وليدة العصر أم منذ نشوء الدين؟ أي دين بشكل عام؟ أي دين، أي دين. الدين كما قلت لك هناك مستوياته التي أشرت إليها، المستوى القدسي الإيماني والمستوى البشري الذي يحور والذي يترجم ويعبر عن الدين بطريقته الخاصة على مستوى الممارسة اليومية والعلاقات الاجتماعية. لأن الإسلام ليس هو المسلم بالضرورة، الإسلام دين والمسلم يعبر عن ذلك الدين، قد يخطئ وقد يصيب وقد يعبر حقا عن جوهر هذا الدين وقد ينحرف به. وهناك تاريخ الديني أو تاريخ الإسلامي، وما ينطبق على الإسلام ينطبق على المسيحية وعلى اليهودية وعلى ديانات أخرى غير توحيدية. وبالتالي فإنه علينا أن نميز وأن نؤكد أولا على أن الدين مسألة جدية في الوجود الإنساني، وأنه يجب أن نعطيه الأهمية المناسبة كأفراد كأفراد نعم. وكمجتمعات كذلك نعم. الدين يلعب دورا كبيرا في الضبط الاجتماعي في كثير من المجتمعات، ومنها المجتمعات المتدينة، ومنها المجتمع المغربي والمجتمعات العربية. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك أن الدين ظاهرة ومسألة جدية، وعلينا أن نقدر هذه المسائل لأنه هذه من المسلمات الضرورية. ولكن حينما يصبح الدين موضوع متاجرة من طرف فصائل وتنظيمات ودول وقوى، هنا علينا أن نحترس وأن ننتبه إلى أن المتاجرة بالدين تؤدي كما قلت إلى الفتنة وإلى الاقتتال وإلى الموت. وبالتالي فإنه لا بد، وكما يقول عبد الله عروي وأكد على ذلك في برنامجك الممتاز الذي عرضت فيه حوارا عميقا مع الأستاذ عبد الله العروي، وأن نميز ما بين الدين وما بين السياسة، لأنك لا يمكن أن تحشر مسألة اعتقادية داخل مجال اسمه السياسة مرتبط بشيء اسمه المصلحة. لا يمكن أن تدخل في متجارات ومزايدات حول ما هو قدسي وما هو اعتقادي. وبالتالي علينا بالضرورة لا نقول أن نفصل الدين عن الدولة، ولكن أن نفصل الدين عن السياسة. لأن هناك مجتمعات أيضا بعض الدول العربية في حاجة إلى هذا العامل من أجل خلق ما يلزم من التوازن ومن الضبط داخل المجال السياسي الخاص. يخذني إلى سؤال مطروح دائما في هذا البرنامج، العلاقة بين الدين والدولة كيف تراها؟ أنا لست من الناس الذين يدعون إلى العلمانية بالمعنى الفرنسي أو بالمعنى التركي كما تم تجربها قبل سنوات. أما أنا من الناس، وهذا الموقف الذي عبر عنه أيضا الأستاذ والمرحوم محمد عبد الجابري حينما طرح عليه سؤال العلمانية، قال لهم أو في جوابه: الخطاب العلماني في المشرق العربي قد تكون له مبررات، لأن هناك تشكيلات طائفية ودينية وعقائدية تميز منطقة المشرق العربي، ولكن في منطقة المغرب الكبير لا يمكن أن نتحدث عن العلمانية بالمعنى الذي يتحدث به في المشرق العربي. وبالتالي نحن لا نعرف طوائف دينية في تاريخنا، ولا نعرف كنائس كثيرة في تاريخنا. وبالتالي أهم شيء علينا أن نناضل من أجله هو الديمقراطية. المشكلة ستحل ما بين الإسلام والسياسة حينما نلتزم بقواعد الديمقراطية، أي بما يلزم من توسيع دائرة الحريات، كل أشكال الحريات: حرية الاعتقاد، حرية التعبير، حرية التنظيم، حرية التظاهر، وكل أشكال الحريات التي تسمح للإنسان لكي يكون إنسانا ومواطنا له حقوق وعليه واجبات داخل الجماعة الوطنية، بشرط ألا نقحم الدين أو لا نوظف الدين لتبرير مشاريع سياسية كما تفضلت في السابق. بشرط ألا
نجعل من الدين موضوع للمتجر السياسي، لأن القصد بهذا الحديث حينما نتحدث عن الديمقراطية، وشهدنا في مواقع كثيرة وتجارب كثيرة في العالم العربي بعضها قريب جدا، أن جماعات باسم الإسلام باسم الدين وظفت الخطاب العام، وظفت مشاعر الناس لمشروعها السياسي. طبعا، وهذا هو الخطورة، وهذا الذي جرى قبل سنوات في عالمنا العربي في أكثر من تجربة وفي أكثر من مختبر. إذا أخذنا التجربة التونسية أو التجربة المصرية أو تجارب أخرى وحتى المغربية، نحن نلاحظ بأن هناك جماعات إسلامية تريد أن تمارس السياسة باسم الدين وخلقت هذه القلاقل التي نشاهدها. هناك بعض الجماعات التي وجدت لنفسها بعض المبررات لكي تستمر داخل الحقل أو الطيف الحزبي كما هو الحال بالنسبة للمغرب، ولكن كلما أردت أن تستغل أدوات الديمقراطية من أجل أن تفرض هيمنة ما باسم الدين، فلا شك أن والتجارب تؤكد بأنها ستؤدي إلى مآسي وإلى دمار وإلى فتنة. بالحديث عن في هذا السياق، وأيضا أنت أشرت لحديثنا السابق مع المفكر الكبير الدكتور عبد الله العروي، طرح في برنامجنا أيضا فكرة أن المؤسسات الدينية أو الدين بشكل عام يفترض لمصلحة الأمة، لمصلحة المجتمع، لمصلحة الدولة، أن يبقى تحت إشراف السلطة السياسية. لا شك أن الأستاذ العروي حينما عبر عن هذه الفكرة كان يفكر في المغرب. هو يفكر بالمغرب، لكن هل يمكن أن تطبق بشكل عام على مستوى العالم العربي عموما؟ لا أعرف بالضبط طبيعة هذه العلاقة الإشكالية ما بين الدين وبين الدولة في كثير من البلدان العربية، لأنني قد أغامر أو أجازف مثلا في الحديث عن التجربة المصرية أو عن التجربة العراقية أو التجربة السورية. لا أنا لا أتحدث عفوا سياسيا، ولكن حتى دينيا كما تعرف دكتور محمد، يعني ليس هناك تفسير محدد لكثير من القضايا الدينية، هي قابلة لتأويلات متعددة متناقضة متصارعة، فالأجدى أن تبقى يعني تحت مظلة السلطة، هذا ما يطرح يعني. إيه، ولكن للسلطة أيضا اختيارات دينية وتأويل خاص بالدين. في المغرب هناك تأويل والتزام مذهبي محدد. المغرب دولة ملكية دينها الإسلام، مذهبها المالكية، وعقيدتها الأشعرية، وأيضا أصبح الآن مرجع آخر في الصوفية يسمى الصوفية الجنيد إلى آخره. إذن هذه الالتزامات إذا صح التعبير المذهبية والعقائدية والصوفية هو التزام ضمن وفاق مجتمعي، ضمن وفاق، لأنه هذه المرجعيات والمستندات هي التي طبعت تاريخ الدولة المغربية عبر تاريخها الطويل. لأن الدولة المغربية لها أصول وليست دولة يعني حديثة التأسيس، وهذا ما انتبه إليه الفرنسيون لما دخلوا إلى المغرب. لما دخلوا إلى المغرب انتبهوا بأنهم دخلوا إلى بلد له نظام سياسي تاريخي. واليوطي المقيم العام الأول في المغرب لما دخل إلى المغرب اهتم بهذا الأمر واحترم في كتاباته وفي سياسته هذا الوجود السياسي التاريخي المغربي، ولهذا سميت حماية في المغرب وليس استعمار. صحيح. وبالتالي فإن هذه المستندات الرمزية إذا صح التعبير المرتبطة بالدين الإسلامي تساوقت وتطورت عبر الزمان مع التجربة الدولتية المغربية. طيب، بستأذنك فاصل أخير، أعود بعدها لأكمل هذا الحوار معك دكتور محمد نور الدين أفعاية، ابقوا معي. إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الباحث والأكاديمي المغربي الدكتور محمد نور الدين عفاية. مستمتع بالحديث معك دكتور محمد، ولكن لدينا يعني متسع قليل من الوقت. سأسألك عن فكرة نقد الذات، وردت في مقولة لك: لقد اكتسب الغرب قدرة على تشريح الذات ونقدها،
والكشف عن المتخيل فيها لخلق شروط التوازن وقدرة على دراسة الآخر وإدراك اختلافاته. سؤالي، لأنه في العالم العربي عندنا مشكلة مع فكرة نقد الذات، فما أن تمارس نقد الذات ببعده الحضاري الإنساني الذي تحدثت عنه حتى تتهم بأن هذا جلد الذات، ما أهمية نقد الذات لنهوض أي أمة؟ هو سياق هذه الفكرة معروف في التاريخ الفكري الأوروبي. التاريخ الفكري الأوروبي بني على دعامتين أساسيتين، العقل والنقد، وهذا هو الذي أسس لما يسمى بالأنوار وفكر الأنوار. ومنذ ذلك الوقت والثقافة الغربية تفرز نقائضها وتفرز وتنتج فرص لكي تحاسب ذاتها بذاتها، من هنا أهمية النقد. وبالتالي فقد اكتسبوا عبر الزمان وعبر التاريخ قدرة على تحمل النقد، بحكم أن النظام الديمقراطي هو أساسه نقد وممارسة النقد وممارسة المعارضة. ولكن لكي تدبر شؤون الاختلاف داخل المجال السياسي والفكري والثقافي الذي يؤمن بضرورة الاعتراف بالآخر، لابد أن تكون لك أيضا جاهزية وقدرة على تحمل وتقبل النقد، لكي تجعل من النقد وسيلة من وسائل تصحيح أخطائك، من وسائل معالجة ومراجعة ما أنت ربما قد تكون قد لم تصب به. ولذلك فإن الثقافة الغربية لا حرج لها حينما تعتبر بأن النقد جزء مكون لتاريخها ولكيانها ولثقافتها ولفكرها، سواء في الاقتصاد أو في السياسة أو في الفكر أو في كل مجالات، حتى في المجتمع في كل المجالات الأخرى. في حالتنا العربية نحن عشنا وما زلنا نعيش على ثقافة أجوبة وليست على ثقافة أسئلة. نعم، لأن السؤال عامل مزعج، الناس محافظين مطمئنين إلى أجوبتهم، وبالتالي كلما طرحت سؤال كلما أزعجت طمأنينة الآخرين، وبالتالي فإنهم يرفضونك ويستبعدونك. ومن هنا فإن ثقافتنا كما قلت هي ثقافة أجوبة جاهزة مهما كانت طبيعته الأجوبة، سواء كانت دينية أو تراثية أو قبلية أو طائفية أو مذهبية إلى آخره. وبالتالي فإنها لا بقدر ما أنها تنزعج من السؤال، فإنها بالضرورة تنزعج من النقد. ولذلك فإن البناء السيكولوجي والذهني لم يصل إلى مستوى من النضج المناسب لكي نتحاور ونتحاجج ونتناظر بطريقة فيها قدرة على النقد وعلى المؤاخذة وعلى الاحتجاج إلى آخره. لذلك نخلط في كثير من الأحيان ما بين النقد كإجراء فكري وما بين جلد الذات كنوع من أنواع المازوشية التي يمارسها العرب على أنفسهم. جميل جميل. تحدثت أيضا عن مجتمع المعرفة وقلت لا يمكن اختزاله، تقصد مجتمع المعرفة في التقنية، وإنما هو جماع روافد ثقافية وحضارية. لو نوضح في هذه الفكرة دكتور محمد. طبعا في لحظة من اللحظات بدأنا نتحدث ونكتب ونؤلف حول مجتمع المعرفة، مجتمع المواصلات والاتصالات في اللغة العربية وفي كثير من المنابر ومن الكتب والمنتديات والمؤتمرات إلى آخره. ولكن هل بالفعل أدركنا ما هي الشروط المؤسسة لهذا الذي نسميه بمجتمعات المعرفة؟ كيف يمكن أن نخرج من مجتمع محافظ، من مجتمعات تقليدية وما زالت للعوامل التقليدية دور كبير جدا في محاصرة قدرة الناس وطاقة الناس على التعبير عن ذواتهم، في مجتمعات تعتبر بأنها تمتلك ثقافة أجوبة وليس ثقافة أسئلة؟ كيف يمكن أن نوطن المعرفة بالمعنى الحي اليقظ المتجدد داخل أذهان الأجيال الصاعدة، سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في المجال العام أو في العمل السياسي أو في العمل النقابي أو في العمل الجمعوي إلى آخر إلى آخر. ولذلك فإنه لا يمكن أن نختزل مجتمع المعرفة أو المعرفة فيما هو تقني. المجتمعات العربية تستفيد وتستعمل آخر صرخات التقنيات، ولا سيما على مستوى التكنولوجيات الرقمية، ولكن هل تمتلك ما يكفي من الجاهزية المعرفية
لكي تجعل من هذه التكنولوجيات ومن هذه الوسائل جزء من النهوض بالذات وبالشخصية العربية التي تفرض ذاتها كشخصية مبدعة ومبادرة. سؤال هذا مهم. سؤال كبير طبعا وسؤال مهم صدقت، يختزن كل تصور للحداثة في ثناياه خلفية أيديولوجية، هذه مقولة لك، كيف؟ طبعا الحداثة لا يمكن فصلها عن المشاريع التاريخية التي وطنتها عبر التاريخ، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في اليابان أو في الصين. هل عمليات التحديث التي جرت في الصين قبل 40 سنة والتي أدت بالصين إلى ما نعرفه عن الصين اليوم لم تكن مرتبطة بخلفيات وبقراءة إيديولوجية؟ هل الحداثة كما وطنتها وأسست لها أمريكا لم تكن أيضا وراءها حسابات وخلفيات إيديولوجية؟ ولكن نحن نتحدث هنا عن الإيديولوجية ليس بالمعنى القدحي بالضرورة، قد تكون الإيديولوجيا أداة فعالة لتغيير التاريخ في ظروف معينة، في كثير من الحالات ومن التجارب. الإيديولوجيا لم تكن دائما وسيلة من أجل تغليف الواقع وتقديم صورة مزيفة عن الواقع أو عن الفكر، قد يكون ذلك، ولكنها تختزل العقل. يعني في بعض الأحيان تختزل العقل، ولكن في بعض الأحيان الأخرى حينما ترتبط الإيديولوجيا بإرادة قوة، بمشروع تاريخي، بمشروع مجتمعي، تصبح وسيلة من وسائل تغيير المجتمع في اتجاه ما هو أفضل. بس في سياق حديثنا عن الحداثة، عبد الإله بلقزيز يفرق بين الحداثة والتحديث، هل تفرق أنت أيضا؟ الحداثة فكر والتحديث ومرجعيات نظرية، والتحديث تقنية، والتحديث عمليات تقنية وأدواتية تغير الواقع بوسائل تنقله من حالة إلى أخرى. ولكن في حالتنا العربية مثلا نحن أدخلنا التحديث ووسائل التحديث في كثير من المجالات والمستويات، ولكننا لم نوطن الفكر العصري والفكر الحديث بما يلزم، سواء في مدارسنا وفي أسرنا وفي علاقتنا بالمرأة وفي علاقتنا بالمجال العام وفي علاقتنا بالمدينة وفي علاقتنا بالسلوك المدني. ولذلك هناك فارق ما بين الحداثة، لأننا نحن نعيش كما يسميه البعض وكما أسميه وأتبناه، نحن نعيش حداثة صماء، أي بدون صماء، أي بدون أصداء، ليست لها انعكاسات حقيقية على مستوى البنية الذهنية والبنية السيكولوجية وفي العلاقات العامة. وبالتالي فإننا نستفيد ونتلدد بمنجزات التحديث ما طاب لنا التلدد بهذه المنجزات، ولكننا ما زالت عقليتنا عقلية لا علاقة لها بالفكر العصري بالضرورة. جميل جدا دكتور محمد نور الدين عفاية، أشكر قبولك دعوتنا في حديث العرب، كما أشكر مشاهدينا على هذه المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا لك.